هادوك الانتصارات ديال المغرب على الصعيد الرياضي جهويا قاريا ودوليا، هادوك الشراكات المنفتحه مع افريقيا ومع اوروبا ومع دول العالم، هادوك الانجازات ديال المغرب والمكاسب السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات القويه وفق منطق ربح ربح اللي كيبنيها المغرب اليوم، واحد الاستراتيجيه منفتحه وبناءه وبمنظار ديال الواقعيه والعداله والديمقراطيه. هادشي كله كيشوفو الاعلام الجزائري عزله سياسيه شديده كيعيشها المغرب. اوكي، اذا للاسف الشديد لم نحقق شيء، لا في المجال الثقافي ولا في المجال الرياضي ولا في المجال الاجتماعي ولا في المجال الاقتصادي ولا في المجال السياسي، واخطر من كل هذا في المجال السياسي الخارجي، السياسه الخارجيه رانا في النازعات غرقا. سندفع الثمن غالي 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 جدا جدا جدا. الجزائر، اذا كنتم مش عارفين نختم لكم بهذه الكلمه، الجزائر تتعرض لحصار سياسي، حصار اقتصادي، وحصار قانوني. زيارة المقررين تاع حقوق الإنسان والتقارير السوداء على حقوق الإنسان في الجزائر ليست وليدة صدفة ولن تمر مرور الكرام. ترقبوا في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، نعطيكم 6 شهور إلى غاية شهر جوان، إذا لم يحدث عنده 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 لهيه، إذا لم يحدث من نقص من النهاية إلى طراء في الجزائر، ربي يلطف، لأنني أتوقع. وبالمنطق السياسي، ماذا تكون، ما هي العزلة السياسية اللي يمكن يعيشها بلد إذا كان عنده علاقة مع الجار الشرقي، علاقة متوترة جدا، وعلاقة ديال غلق الحدود وغلق الأجواء وغلق السماوات إلى آخره، وعنده سوء تفاهم مع الشمال، وعنده سوء تفاهم مع الجنوب أيضا، مع مالي ومع موريتانيا، وأخيرا مع الإمارات العربية ومع نيجيريا على هامش دعم الإمارات لمشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. أشنو هي العزلة السياسية إذا كانت هاد الدولة هادي كتعيش نوع من الارتباك في العلاقة ديالها مع الآخرين، وأن لا موقف لها ولا هيبة ولا سمعة دولة؟ شنو هي العزلة السياسية؟ إلى من يعيش حقيقة العزلة السياسية؟ المغرب منفتح على إفريقيا، منفتح على أوروبا، منفتح على أمريكا، منفتح على العمق ديالو الإفريقي، منفتح على الجميع، علاقته طيبة مع الشمال وعلاقته طيبة مع الجنوب وعلاقته طيبة مع الغرب وعلاقته طيبة مع الشرق إلى فتنا الحدود الوهمية طبعا بين الشعبين المغربي والجزائري. إذا ما معنى العزلة السياسية؟ طبعا الإعلام الجزائري كيروج، والإعلام الرسمي العسكري واللي كيدور في الفلك ديالو كيروج بحال هذا النوع من الأطروحات اللي كيتغدى بها وكينسي الشعب الجزائري همومه الحقيقية. رمضان قريب في الجزائر، اليوم كيمكن يتغير رئيس وزراء، رئيس حكومة جزائرية بسبب الطوابير، وكنشوفوا على منصة التواصل الاجتماعي ماذا يحدث للمواطن العادي الذي يريد أن يحصل عن حصته في الحليب والعدس واللوبيا وإلى آخره. هادشي أمام العالم كله، في الوقت اللي الإمارات العربية كتطلع برج في 80 متر كنلقاو يعني لاشين صف ديال 80 متر في الجزائر من اجل حصة حليب او حصة رز او حصة عدس او حصة لوبيا. ما الذي يعيش عزلة حقيقية، المغرب ام الجزائر؟ بنزديرة سيجيب. اتوقع حصار معلن، الان راهو فيه حصار غير معلن. سياسيا الجزائر الان معزولة. يخرج لي انايا هاب تحناشي تاع الحياه يكذب يقول لك باللي الجزائر تعود الى الساحه الدوليه والاقليميه. وين راه يا دين الرب؟ وين راه يا دين السماء؟ فهمني، اعطيني وين رجعت الجزائر؟ رجعت في عز خالتك، في عز طاطا اختك، وين رجعت الجزائر؟ الجزائر ما شاركت في مؤتمر دولي، شاركت في مؤتمر اقليمي، قمه عربيه، قمه اسلاميه، وين شاركت؟ الجزائر نظمت ملتقى دولي شاركوا فيه رؤساء. يا ربي احنا عندنا من 2020 الان جاونا 3 رؤساء وجاونا محشومين،
جانا اردوغان زوج مرات يدي الشكاره لانه مستفيد يدي الشكاره. اعطوني احنا واش استفدنا من تركيا؟ استفدنا الشيفون. تركيا واش استفادت؟ ملايير تروح لتركيا. تميم تاع قطر محشوم والله العظيم. نروح نضرب دار اصحابي وكذا باش ما يقولوش خليتونا وحدنا. كفر خيره زيد من غير هذا الوزن. شكون اللي جانا؟ شكون اللي جانا وشكون اللي زارنا وشكون اللي قيمنا وشكون اللي دار نقيق قدر؟ شكون شكون؟ ها شكون؟ تقول لي الجزائر تعود بقوه الى الساحه الاقليميه والدوليه، تكذب على روحك. الاعلام الجزائري الرسمي والدباب الالكتروني اللي كيدور في الفلك ديالو كيشوف ان المغرب كيعيش عزله سياسيه واقتصاديه وازمه غير مسبوقه في تاريخه. وكيرجعوا ذلك لعوده الدبلوماسيه الجزائريه على الساحه الافريقيه والعربيه والدوليه، وكيتكلموا على منجزات وكيتكلموا على مكاسب سياسيه بالنسبه لدوله الجزائر. وفي الحقيقه هادشي كله من اجل فرض واحد الرؤيه، واحد اطروحه انفصاليه كتسعى الجزائر لتعميمها ولفرضها واعتبارها يعني حاجه اجباريه في كل مناوله سياسيه او اقتصاديه وفي اي علاقه دوليه. طبعا الخلفيه خلفيه حقوده وحاسده، ولكن هادشي ما كينطاليش على الجميع. هناك عقلاء وناس راشدين في المجتمع الجزائري، ناس كيقولوا بلي اللي كيعيش العزله السياسيه الخانقه هي الجزائر وليس شيء اخر. حتى خلال هاد 24 ساعه الاخيره مؤشرات سياسيه قويه كتخلي هاد الحقيقه تاكد، من بينها مثلا تزييف ديال التصريح ديال المساعد وزير الخارجيه الامريكي اللي زار الجزائر مؤخرا، وكان فاضح التزييف ديال الحقيقه، الشيء اللي خلى الخارجيه الامريكيه تصحح داكشي على الموقع ديالها الرسمي وتفند الاطروحه ديال الجزائر وتاكد على مغربيه الصحراء وعلى دعمها القانون المبدا ديال الاقتراح ديال الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب سنه 2007. من يصدق ذلك؟ هنا غادي نستمعوا المدعو سديره. هاد بن سديره هو بيدق، هو ما تعرفوا لا مع النظام ولا ضد النظام. هو يتحدث احيانا تحت التاثير ديال المخدرات وتحت التاثير ديال الخمر ولا يعرف ما يقول. يعني يمكن لك تقول عنده الزهايمر العسكري الا صح هذا التعبير. غادي نسمعوا واش كيقول، ولكن هنا في هذه الحاله غنصدقوه لانه كياكد على السياسه الجزائريه اللي وصلت لواحد الافق خانق وخانق وخانق جدا، وهي الحقيقيه التي تعيش عزله. نسمعوا واش كيقول. اخبر الله بكل شيء، ربي يخبره بكل شيء، لاني نعرف كي نتلاقى مع ربي صلاه نقول له اسيدي ربي ها واش كاين، ها واش كاين، ها واش كاين، ها واش كاين، لانه في الدنيا ما لقيت لمن نحكي، انا نحكي للشعب نفش في قلبي، لانه ما لقيتش لمن نحكي، ما لقيتش واحد مسؤول اللي نقول له يا ودي ها واش كاين فساد، يتهضر معايا يقول لك واش دخلك. اذا راني مخبي كل شيء في صدري، نعطيها لربي سبحانه، نتقابلوا يوم القيامه ونتحاسبوا عند ربي سبحانه.